السلام عليكم ورحمة الله. نكمل إن شاء الله الحديث على أساس اللي تحدثنا المرة الماضية على الأدابتيف إميونيتي. وقلنا الأدابتيف إميونيتي اسمها أكوايرد إميونيتي، وتحدثنا هذه الأدابتيف إميونيتي تنقسم إلى قسمين: سيل ميديتد إميونيتي وهيومورال إميونيتي. فالهيومورال إميونيتي البي سيل هي لاعب أساسي تنتج أنتي بوديز، والسيلولار اميونيتي في عندنا السيتوتوكسيك سيلز هي لاعب اساسي في هذا الموضوع اللي هي يسموها سي دي 8 تي سيل. وذكرنا كذلك بانه التي سيل تي سيل هيلبر هي خلينا نقول عباره عن خليه تساعد كل من الهيومورال اميونيتي والسيلولار اميونيتي. هنا بس خلينا نطلع على الفيجر اللي عندي على اساس نحاول تتضح الصوره شويه. تصور ان هنا في رقم A، تمام، هذه انتيجين بريزنتنج سيلز ما هو عندنا في المؤشر، تمام، بتلتقي مع التي هيلبر سيل. اوكي، طبعا في هناك حاجه اسمها التقاء ما بين قلنا الام اتش سي كلاس 2، تمام، مع اللي هو التي سيل ريسبتور اذا كانت هي عباره عن تي هيلبر، طبعا سي دي 4 تي سيل. وكذلك في عندنا كوستوميلاتري موليكولز كمان، هذا بيساعد في عمليه ايش؟ انه يكون في عندي ارتباط محكم ما بين الانتيجين بريزنتنج سيل. احنا قلنا الانتيجين بريزنتنج سيل ممكن دنتريك سيل، هذه معلومه انه اذا كان هناك عندي انتيجين نتعرض له للمره الاولى، هذا الانتيجين يعرض بدايه من الدنتريك سيل. هو اللي الدنتريك سيل هي اللي بتاخذ هذا الانتيجين وبتروح طبعا بتعمل له بروسيسنج وبتعمل له دايجستشن، تمام، وبعد هيك بتعرضه على الام اتش سي كلاس وبتروح على اللي هو وين التي سيل قاعده وبتعمل عمليه العرض بسموها بريزنتيشن، عشان يسموهم انتيجين بريزنتنج سيل. الان نعتبر انه السيل هذه صار لها اكتيفيشن، هي هذه عباره عن تي هيلبر سيل صارت افكتور سيل، فحصير تنتج سيتوكاين اسمه انترلوكين 2، اسمه هيك، تمام. الانترلوكين 2 هذا برضه نفس القضيه، ممكن يرجع على نفس الخليه وينشط الخليه بشكل او باخر. الان هذا الخليه الافكتور او اللي صارت افكتور ممكن حيكون عندها معاها كمان ميموري سيل، يعني هذه الخليه لما تتنشط حيصير منها افكتور سيل وميموري سيل، تمام. افكتور سيل مع مين؟ مع ميموري سيل. الان الافكتور سيل كمان ممكن هي تروح تنشط السيتوتوكسيك سيل كما انها ممكن تروح تنشط التي هيلبر سيل، التي البي سيل. واضح؟ احنا قلنا التي هيلبر هي خليه ممكن تنشط عندي السيتوتوكسيك سيل وممكن تنشط ايش؟ البي سيل. ولكن بين قوسين موستلي التي هيلبر 2 ها سميناها 2 ليش؟ او سموها 2 اعتمادا على طبيعه السيتوكاينز اللي تنتجهم، تمام؟ هذول حيكونوا لهم اتجاه لتنشيط البي سيل. اما بالنسبه للتي هيلبر 1 حيكون لها مجال لتنشيط اللي هو السيتوتوكسيك سيلز، ولكن في عندنا استثناء حنحاول نتحدث عنه في السياق. تمام، اذا هنا عند الخليه تي هيلبر ممكن طبعا من خلال السيتوكاينز حتطلعهم حتعمل عمليه، طبعا حتلتقي مع البي سيل، تمام، وتعمل عمليه تنشيط، لانه البي سيل مش حتلتقي مع الانتيجين بريزنتنج سيل. هي نفسها البي سيل كمان ذكرنا انه هي عباره عن انتيجين بريزنتنج سيل، يعني هي ممكن تاخذ الانتيجين، واحنا ذكرنا انه الانتيجين بريزنتنج سيل زي الماكروفيج والدنتريك سيل والبي سيل هذول عليهم ام اتش سي كلاس 2، فهم حيعملوا عمليه العرض لمين؟ للانتيجين. زي ما احنا شايفين عندنا اللقاء ما بين خليه البي سيل والتي سيل من خلال ام اتش سي كلاس 2 مع مين؟ مع التي سيل ريسبتور. وطبعا البي سيل اذا تنشطت حيطلع منها ميموري وبلازما سيل، تمام. الان التي سيتوكسيك هنا على الجانب الاخر حتتنشط، طبعا هي دورها سيتوتوكسيك عمليه قتل، تمام، حتعمل عمليه كيلينج لمين؟ للخليه التارجت. يعني ايش الخليه التارجت؟ الخليه اللي صار لها انفكشن مع فيروس او انتراسيلولار بكتيريا، فهي حتقوم بهذا الدور، تمام. هذا هو اللقاء اللي بيحصل بين الخلايا. هنا برضو نفس القضيه، اذا كان ايش هو عندي الميكروب مش قضيه كبيره، تمام. التي سيل نفس القضيه، حيكون عندي تي هيلبر سيل، والتي هيلبر سيل اللي بدورها، تمام، هي ممكن تعمل عمليه اكتيفيشن لمين؟ للسيتوتوكسيك سيل، تمام. والسيتوتوكسيك طبعا سيل تشتغل، وكذلك ممكن التي هيلبر تتنشط اللي هو مين؟ اللي هو البي سيل، بحيث انه تصير بلازما سيل،
والبلازما سيل طبعا هتنتج انتي بادي ضد هذا الميكروب الموجود عندنا بشكل او باخر. في عندنا نظريه هنا، هذه النظريه صحيح من ضمن هنا عفوا قبل ما نتحدث عن النظريه، بقول لي ان جنرال الجمله اللي ذكرناها في اول المحاضرات انه الانيت اميونيتي والادابتيف اميونيتي يعملوا مع بعض بتناسق، يعني مش كل واحد بيعمل لوحده. يعني انت يا تي سيل ممكن تحتاجيني انا كخليه من خلايا الانيت اميونيتي النيتشر كيلر سيل اعطيك مثلا سيتوكاينز، وكذلك انت مثلا يا خليه الماكروفيج ممكن تحتاجي انت يا تي هيلبر اللي هو مني مساعده. المقصود كمساعده اللي هو عباره عن عمليه تحفيز لمين؟ للخلايا مع بعض، لانه التنين قلنا الانيت والادابتيف اميونيتي ما بيشتغلوش اندبندنت، بيشتغلوا بايش؟ بنوع من الكوبريشن والتنسيق مع بعض بشكل او باخر. اذا هنا بيجي بيقول لي انا والله هي مثلا هذا عباره عن قلنا الباريرز تاعت الانيت اميونيتي، هذول عباره عن السيلز. تحس انه السيلز كمان الموجودين عندي هنا تمام، هاي ممكن تطلع سيتوكاينز واترولي على التي سيل، او ممكن تعطيني كمان سيتوكاينز وتاثري على البي سيل، كمان البي سيل ممكن تطلع انتي بادي وتساعد انه هذه النيتشر كيلر سيل تروح تقتل. بصير الكلام هذا واضح؟ او التي سيل تعطي سيتوكاينز للنيتشر كيلر سيل، يلا تنشط يا نيتشر كيلر سيل او تنشط يا ماكروفيج. تمام، اذا هذه هي الصوره انه هناك في دائما تعاون في هذا الموضوع. نيجي للنظريه اللي بالفعل هي اعطت اجابه واضحه لطبيعه الاشياء اللي بتحصل في داخل الجسم، بمعنى خلينا نقراها ونحكيها بشكل عبارة عن جملة. According to this theory, an individual lymphocyte expressed membrane receptor. يعني أنا في عندي هذا الكلام بخص مين؟ بخص الأدابتيف إميونيتي. إحنا قلنا الأدابتيف إميونيتي خلاياهم اللي هي T cell وال B cell. تمام؟ هدول مالهم؟ إنه الممبرين ريسبتورز اللي عليهم تمام؟ They are specific. يعني هم مثلا لو كان عندي أنا مليون خلية B cell أو مليون خلية T cell، سبحان الله بيحصل لهم نوع من البرمجة هذه الخلايا بحيث انه المليون خلية بي سيل كلهم عليهم انتي بادي اي جي ام. تمام، كلهم عليهم ايش؟ لانه البي سيل عادة عليها اي جي ام، والريسبتور تاعت البي سيل هو عبارة عن انتي بادي اي جي ام. هذا الكلام نكون عارفينه. هذه التي سيل البي سيل او هذه التي سيل اللي عليها الريسبتور لو كانوا عندي مليون خلية ممكن تلاحظ كلهم عليهم اي جي ام البي سيل، لكن انا اكون بي سيل مخصص لشيء غريب مختلف عن الشيء الغريب الاخر بتاعت الخلايا البي سيل الاخريات. سبحان الله، هذا الكلام سبحان الله مبرمج قبل ما احنا نتعرض. يعني لما اكون انا مثلا عندي 50 او 10 خلايا بي سيل وعليهم انتي باديات مختلفات التخصص تاعهم، واجي عندي انتيجين، اكيد الانتيجين حيشبك على واحده من هذه التخصصات الموجوده. تمام، او سبيسيفيك طبعا نقول انتيجين حيشبك هناك. وضحت؟ وكذلك التي سيل ريسبتور. الان التي سيل ريسبتور تقابل مين دائما؟ الام اتش سي كلاس. عاده الام اتش سي كلاس عليها بيكون لما تعرض الانتيجين بيعرض على اساس انه بيبتايد، يعني سلسله امينو اسيد. سبحان الله ممكن يحصل نفس المفهوم بتاع البي سيل، انه التي سيل عندي انا مستقبلات كثيره تمام، اوكي عده خلايا تي سيل وكلهم عليهم مستقبلات، لكن ممكن انا اكون تي سيل علي ريسبتور يختلف في تخصصي عن الريسبتور بتاع السيل التي الاخرى وهلم مجرى. هذه اسمها كلونال سيلكشن ثيوريم، وهي بالفعل كانت عباره عن الرافعه لمفهوم الحديث للمناعه. تمام، وهلو طبعا الاجابه كانت من ناحيه المولكيولر بيولوجي، جاوب عليه من ناحيه الدي ان اي، ايش اللي بيصل عندنا على الدي ان اي عشان يجاوب على هذا السؤال، وطبعا اكيد استحقوا عليها جائزه نوبل هذه الاجابه. هذا عباره عن صوره بتعمل لي ديمونستريشن للكلام اللي حكيناه. اتامل الصوره هذه وشوف ايش اللي بصير عندنا. زي ما انت شايف عندي بي سيل مختلفات اربعه، انا حطيت لي مثال بقول لي هذا الانتيجين اجى على مين؟ على نمبر 2. ليش؟ لانه الانتي بودي الموجود على نمبر 2 هو بالفعل قادر يحصل عندي هناك ارتباط بينه وبين الميكروب الابيتوب او الانتيجين اللي على الميكروب. تمام، وهلما جرى في موضوع التي سيل معناته هذه الخليه نمبر 2 تمام هي اللي حدث بالفعل صار البروليفريشن، وحيطلع منها بلازما سيل تعطينا انتي بادي وحيطلع منها ميموري بشكل او باخر. تمام، هذه هي الحدوته في هذا الموضوع. والكلام هذا قيسه على
اساس انه في عندنا تي هيلبر او عندنا تي سيت توكسيك، اعتبر عندك مليون خليه تمام، نفس القضيه نفس الفلسفه وهلوم جرى تمام. الان هذا كله عباره عن كلام يعني حاول نطلع عليه بس من توضيح لما قيل في السابق. اوكي بيجي بيقول لي هنا generation of diversity in the immune response, the number of antigenic specificity toward which an immune response can discriminate range of upward of 10 قوة 9 10 قوة 10. جنون سبحانك ربي، يعني انتم ملاحظين كيف؟ بيقول لي يعني ممكن يحصل عندي انا 10 قوة 9 انتيجين غريب ويكون عندي 10 قوة 9 بي سيلز مختلفات في التخصص، شيء عظيم جدا، وكذلك التي سيل تمام؟ تمام؟ هذا شيء سبحانك ربي يعني سر من اسرار الله سبحانه وتعالى في هذا الامر. فهذا المقصود في موضوع الدايفيرسيتي، انه في عندي تنوع عظيم جدا في اعداد الخلايا المختلفة التخصص في التعامل مع الانتيجينات المختلفة. شيء رهيب في هذا الموضوع. بيجي بيقول لي البنفيت بتاعت المناعة، هذا حاول تقرأوه لواحدكم، انه المناعة في لها بنفيت كثيرة مهمة. وهنا بذكر لي انه في عندنا الساعة ما زال اسئلة تحتاج الى اجوبة. اشكاليات صحية تحتاج الى اجوبة. من ناحيه الاريرجي الحساسيه والازمه، من ناحيه زراعه الاعضاء، من ناحيه الاوتوميون ديزيز كيف نتعامل معها، ومن ناحيه الاميونو ديفشانسي كيف نحاول نحلها. ما زالت هذه الشغلات كلها قيد البحث من سنوات ولم يجاب عليها بشكل او باخر. وطبعا اللي بيقول لي الفيوتشر للمناعه حتكون من خلال الدي ان اي تكنولوجي واستخدام الدي ان اي فاكسينيشن، زي ما حنذكر امثله ان شاء الله ليتر اون في هذا الموضوع، بس انا من باب المعرفه ليس الا، مش مطلوب منك يعني الان تستوعبوا لانه يحتاج الى تفاصيل اكثر في المستقبل. اوكي فهذا اللي بيحصل عندنا طبعا. واحنا قلنا الاميون او الفهم طبعا، اذا انت قدرت تفهم ايش المشكله وايش الديفكت تستطيع انك انت تتعامل بشكل اجمل مع الاشياء.